48 دقيقة لافونغو نسمو إن شاء الله بعد ما نسمو آخر أخبار الفلاحة في تونس. ماغريكولتور باش نمشيو للاتفاقية إمضاء 13 اتفاقية البارح لتصرف تشاركي في المشاهد الغابية، هذا اللي يجي في إطار مشروع تصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نمو اللي البارح شوفوا حاضر فيها وزير الفلاحة وعديد المتدخلين في هذا القطاع. يتمثل الموضوع هو في اتفاقية ضبط الآليات اللي مكن بواسطتها تفعيل مبدأ التشاركية في إدارة استغلال المنتوجات الغابية، منح حق الاستغلال المجاني لفائدة المجامع بالنسبة للمنتوجات الغابية مقابل إنجاز أشغال وخدمات لحماية وتنمية الغابات والمراعي، ضبط التزامات المحمولة على المجمع المتعاقد والمتمثلة في إنجاز أشغال وخدمات لحماية وتنمية الغابات، تحديد التبعات اللي يمكن أنه تترتب عليها خلال عن إخلالات المجامع، عن التزامات متفق عليها في الاتفاقية، وتتضمن زادة اتفاقية 5 ملاحق تعتبر جزء لا يتجزأ منها وليها نفس القيمة. شوفوا أنه تهدف الاتفاقية ذي التدعيم حماية الغابات والمراعي وتنميتها وإشراك متساكني المناطق الغابية، المساهمة في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بالوسط الغابي وتحسين الدخل الفردي. البروجي هذايا اللي هو كان أشرف عليه رئيس الحكومة تقريبا عنده 4 شهور وممول من قبل البنك العالمي البنك مونديال بقرض قيمته 100 مليون دولار اللي دخل في 8 ولايات كما بنزرت، بيجا، جندوبة، سليانة، قصرين، بوزيد، الكيف والقيروان، وتحديدا 18 معتمدية و25 مشهد باش انتفع به حوالي 250 ألف عائلة أي حوالي 1.5 مليون نسمة. والمشروع هذا مهم جدا ويأسس لعلاقة تشاركية متينة بين كل الأطراف المدخلة في المناطق الغابية مع مواطنين ومنظمات وطنية وهياكل مهنية ومجتمع مدني ومؤسسات حكومية لتحقيق تكافؤ الفرص والتمييز الإيجابي لفائدة المناطق هذه. في الختام شوفوا أنه القيمة فما القيمة الكبيرة معناها للمشروع هذه اللي هو فما المنتفعين المبرمجين في المناطق هذه، لازم فما تدخل سريع لتحسين الأرضية باش نشوفوا مناطق غابية بيان ديفلوبي. على كل 13 اتفاقية مهمة جدا، فإن شاء الله ما تخرجش على المسار متاعها وتدخل فيها المحاباة مع تركيز لجنة لمتابعة هذا المشروع. تقريبا هذا أهم أخبار وهذا جديد اللي في الفلاحة اللي تلقاها على www.tradeoblevi.com.